ما السر في عظم ثواب الصيام؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، والخوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة. متفق عليه. والسؤال: لماذا كان للصيام هذه المنزلة العالية والميزة العظيمة حتى ينسبه الله عز وجل؟ وهذا نسب تشريف بلا ريب، ويخبرنا بأنه تبارك وتعالى سيتولى جزاء الصيام. قيل: والله أعلم، أن السبب في ذلك أن الصيام يحمل صفة الإخلاص، وهذه الصفة هي الأساس في كل عمل، وتزيد درجة قبول العمل أو تقل بمقدار ما فيه من الإخلاص. ولأن الصائم يمسك عن الطعام والشراب مع قدرته عليه في السر دون أن يراه أحد، إلا أنه يمسك إخلاصا لوجه الله وامتثالا لأمره، فلذلك نال هذه الدرجة رفيعة وهذا القدر الكبير من الثواب. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والسر والعلني، وأن تجعل أعمالنا خاصة لوجهك الكريم.